اليوم قاعد غادي نمشي اول ايفنت في حياتي. داو ذا تون look like a shit. هذه الكلمة اللي كنقول لكم ديما, ولكن دابا guys I really look like a shit. شعري نقي ومغسول وكل شيء, باقي خصني نصوبو داكشي. اليوم guys غادي نمشي اول ايفنت في حياتي. يوتيوب كنديرو دابا 5 سنين في اخر عامين اللي هو 2021 2022, كانوا كيعيطوا لي الايفنت وداكشي, ولكن انا كنتش كنمشي. So guys literally now قررت انني نخرج من my comfort zone. So guys I'm gonna do a get ready with me. اول حاجة مكياجي, خصني ندير شي مكياج لي زوين تام اصلا شكل, ولكن ما غنمشيش مع التام لحقاش كاين واحد البروبليم من بعد نشرح لكم. اول حاجه دابا غادي نمشي نحيد الموستاش وبقات حجباني. هان جايز غادي نجي غادي ندير ماي ميك اب, دان غادي نختار شنو غادي نلبس. انا ديجا مختاريه شنو غادي نلبس هاند ايفريثينغ, وغادي نوريكم شنو غادي نلبس. الحاجه اللي نقدر نقول لكم دابا هو غادي نلبس كلشي كحل. توحشت هاد لوجون ديال الفيديو, كنت كنديرو شحال هادي وكان كيعجبكم. كنت كندير اجيت ريدي ويذ مي, كنهضر معاكم كنوريكم الميك اب ديالي اللي كندير بالتفصيل. شنو غادي ندير ايه الميك اب كندير, اختاروا معايا شنو غادي نلبس, ديروا اكسسواريز لحقاش اي هاف سام كيوت ثينجز خديتو. غادي ندير لكم اول فلاشيه فاش نرجع. ايفنت جايز مقلتش ليكم هو ديال سامسونج. نمشيو انا وياكم اختي وياسين, لحقاش ما نقدرش نمشي شي بلاصه عامره بلا اختي وياسين. عنديش زعما فريندز انفلونسرز مع من نمشي. سو جايز غادي خصني نكون تما عسته ماكسيموم سونس, وهادي 5 و4. باي ذا واي جايز ام سو هابي وذ ماي سكين, باقا فيها هاد الحبوبه اللي كنت وريتكم داك النهار, هي بدات كتمشي. وهادي شتو راه ما قستهاش, هي بدات كتمشي. سو ما تبقاوش تقيسوا الحبوب, كنقول لكم كل عاوده. الحاجه جايز غادي نبداو بها وهي نغسلو شي مزيان. غادي نبدا نحيد الشعر من وجهي, غادي نحيدو باش نمشيو نديرو مكياج لحقاش معطله بزاف. دابا كنديرو غير اي زيت عندكم, ديرو اي سيروم بحال هكا كيزيد لكم وجهكم. عمركم ما تحيدو الشعر وجهكم ناشف, عمركم عافاكم. غادي دغيا حيد الشعر من وجهي. غادي ندير دابا غير سيغاف و اي كريم. علاش حيد الشعر من وجهي ودابا كندير سكين كير وكنفوكس على عينيا وداكشي؟ بغيت الميك اب يخرج سو كلين. انا نورمالمون كنت كندير فون دو طون, اليوم غادي نديرو. دابا غادي نديرو كريم هيدراتونت ديال سيغاف. guys we're back here. دابا هادي 17 و27, هي 5:30 وخصني نكونو تما مع 6:30. بالنسبه جايز الميك اب هاد المره غادي نديرو مختلف. اول حاجه غادي نديرو برايمر. غادي ندير ميك اب بحال ميك اب ارتست لحقاش هذا ايفيرمون. ما كنفهمش صراحه في البرايمرز بزاف ولاش كيصلحوا داكشي, ونقدر لي نقول لكم مزيان ما دار ليا الحبوب لا حتى شي حاجه. ما تقول لي شنو هي الخدمه ديال البرايمر في لي كومونتير, قولي لاش كيصلح البرايمر وداكشي, واش نبقى نديرو حتى في الميك اب ديالي ديال كل نهار. لحقاش واخا كتشوفوني كندير ميك اب وكيصدق ليا زوين, ولكن راه ما كنفهمش في المكياج مزيان. الحاجه الوحيده اللي عارفها هو انه كيخلي الوجه مجبد, وكيقول لك ديرو في هاد الزون تي هنايا اللي عندنا وهنا في هاد العيبات. بحال غادي نبدا بعينيا هو الاول, لحقاش بغيت ندير سموكي. باش دغيا ندخل بينتريست نشوف شي حاجه زوينه لبيت نتا انسبيره منها. اش غادي نلبس لبسه كامله كحله, فبغيت المكياج يجي شويه هكا. ما عرفتش واش ندير بينك, اغلبس دي طالون في الزرق, وما عرفتش دابا واش ندير مكياج على حساب لي طالون ولا على حساب اللبسه. بلاتي ندخل بينتريست دغيا 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 دغيا. ذيس وان جايز غادي ندير هذا. جاي شنو بان لكم في هذا؟ هو هذا اللي قلت لكم لايك ات سو جود. غادي ندير سموكي هاد اللعيبه في الغوز, لحقاش اصلا ضفاري في الغوز, وهاد اللعيبه عندي. سو لايك هادشي كلشي عندي, ما عرفتش دابا واش نديرو ولا لا. نقلبوا لقينا شي حاجه اخرى. ذيس وان جايز ما غاديش نعرف نديرو. شوفوا جايز هذا ات بومب, وغادي يجي ليا مع الطالون, ولكن ما غاديش عارف ندير. ما عرفتش اصلا واش عندي هاد لي كولور. هادي باليت ديال بيستا هي. شوفي عافاك, شوفي ما عنديش الوقت اللي نبقى نضاربه معاك فيه, انا اصلا معطله. شوفي صافي غنكون غدا ديك الساعه لشي بلاصه اخرى ديك الساعه. جايز عندي او ماي جاش. جايز شوفوا هاد الزرق خصو يصدق. غادي ندير هذا لحقاش عندي الزرق هنا, وغادي نبدا بعينيا هما الاولين. اول حاجه غادي نجبدو براش باش غادي نصوبو سموكي. كان عندي هاد لابايت واخا شي جاب 10 دراهم. المهم غادي ناخذ الكحل وغادي نبدا نرسم سموكي. سموكي راه غير كتخربقي لحقاش باقي غادي نيطواي. دريس كود بوهو شيك. غادي خصني نمشي لابسه بوهو شيك. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو ستايل ديال بوهو شيك, بوهو داكشي. وهاد ستيل كيبغيك يكون بحال سخون, عرفت شو بحال ستيل ديال كوتشيلا. سو انا فسمعت بلي هذا هو دريس كود نو الاوتفيت اللي كنت باغا نلبس هي هادي. هادي الاوتفيت جايز اللي كنت غنتانسبيرا منها. كنت غناخد نفس البوت, وكنت غادي ناخد دريس في البيض, وكنت غادي ندير شابو هكا, كنت غادي نجي سو كيوت, كنت غندير بحال داكشي ديال كوتشيلا ونزل واحد الضفيرات من هنا. دان فكرت بلي الموت ديال البرد, وليفيرمون جايز كيف ما شفتوا عندنا في الليل وغادي يكون الموت ديال البرد. كل سيمين كنقول لكم وانا كندور في لي ماغازون كنقلب باغ لي سيت كنشوف شي حاجه
شبوه شيك ديال البرد. لقيت داكشي ديال البرد مزوينش وما غاديش يجي معايا والكولورز مزوينينش ما عجبنيش ما لقيتش شي حاجه زوينه لحقاش بوهو شيك اصلا ستيل ديالو برينسيبال وهو الدريسز ودابا البرد ماشي الوقت ديال الدريسز بوهو شيك كيخص يكون الحال سخون داكشي علاش جايز قررت اني غادي نمشي لابسه كلاسي اي وانا لوك ريتش سو غادي نديرو غير حد هنا كنبان كي الزفت ولكن ماشي مشكل غادي ناخذ كونسيلر غادي نديرو فوق من عينيا باش نديك لا كولور اللي غادي ندير تبان نديرو غير شويه ما تكثروش اند وي غانا بليند غادي نجي غنهز هذا الزرق اللي غامق كيف ما دايره هي غادي نطلعو من تحت عينيا للفوق دابا خيب لكم هادشي خايب غيجي زوين سو غادي نديروه لتحت انا هي اكلخ وحده في المكياج ونسيت بلي خصني ندير الماغون نديرو هنا ويلي ويلي غادي ندير ميك اب بحال ميك اب ارتست I look so ugly. غادي نمشي غادي نمسح هادشي. أنا شداني شي زرق أصلا. بداو فاونديشن شي اللي جرى قبيلة غديرو راسكم بحال مشوش وبحال مجرى أصلا حتى شي حاجة أصلا مجرى حتى شي حاجة. So عرفتو شحال من درت فوندوتان كنحس دابا بوجهي فشكال. غايز الكونسيلر اللي كنديرو هو ديال بيس. نمرة 02. We gonna blend. I want my makeup to be bomb. كن آمن بأن حاجة ديال الزربة كتصدق زوينة. By the way guys, I'm not the type اللي كتيز عليه يمشي الإيفنتس and everything. ما عرفتوش لاحظتو ولكن غتشوفوني بلي كيف ما قلت لكم هذا أول إيفنت غنمشي ليه في حياتي. ما عنديش زعما شي ريزن علاش ما كنبغيش، مي ما عارف راسي ما غاديش نرتاح وما كنلقاش مع من نمشي. أنا واحد الإنسانة اللي اجتماعية، زعما تي قلتو معايا تجمعو معايا اجتماعية ولكن at the same time like أنا نجلس معاكم ونجمع معاكم ونضحك معاكم وصافي نمشيو باي باي. This is the bronzer. And guys ما كتعجبنيش واحد الحاجه وهي زعما ما عزيزش عليا انني نبان في ستوريز ديال الناس كاملين، ما عزيزش عليا انكم بحال دابا تدخلوا لهاد ستوري وتلقاوني، تدخلوا ستوري وحده اخرى وتلقاوني، وتدخلوا لهاد ستوري اخرى وتلقاوني، لا هي الحاجه اللي ما كتخليش نمشي، فاش قالت لها مشيت لشي ايفنت لايك وي غانا تيك بيكتشرز غنصور مع الناس لايك ام غانا ميك فريندز ميبي، ما عزيزش عليا نبان في لي ستوري بزاف ولكن كنلقى راحتي فهمتوا كنلقى راحتي بحال هكا، كنلقى راحتي انني فهمتوا زعما ما يكونوش عندي فريندز من السوشيال ميديا، اي هاف فريندز غتشوفهم جايز في البيرثداي فلوج، لحقاش ام فلوجين ا بيرثداي فلوج اوف كورس، لحقاش كل عام كنصور دي فلوغ غادي نديرو هكا نرسموه من التحت يجي عالي الاول انا كدرت ليه بحال هكا ونطنيده دابا جايز وي غانا دو بلاش وليت كندير جايز بلاش عاد وليت كندير باودر ما عرفتش ولكن كيجيني هكاك حسن وغادي ندير شويه في نيفي ناو جايز وي غانا دو باودر اهم حاجه باغي ناخذ الباودر ديال هدى بيوري باش كنشوفهم في تيك توك بزاف كيهضروا عليها سو غادي ناخذها ان شاء الله غادي ندير هنا وغادي نديرها هنا ذن دابا غادي خصني مزيان نفكر كيفاش ندير العينيا فيما نفكر شنو ندير غادي نقاد حجباني بحتاش دابا باقي الله صوبت حجباني ديلوك سوبر شوفوا بنو مقادين غير كنمشطهم بهذا وصافي نرجع شويه فيديوهات القدام اشوفوا كيفاش كنت كندير الحجباني شوها ولكن راه حجباني كثار ما كيعجبنيش يبقاو هكا كثار لحقاش وجهي مدور وحجباني كثار نولي خويا هشام ناو غادي نحيدو غير بهادي ديك الباودر هادي عمرني ما درتها طوم غانا دو ذيس اتس سو بريتي هذا ساهل واحد شويه اول حاجه قايز غادي نبداو نشد هاد الباليت وغادي نشد هذا وليت كنخاف وحق الله دابا كنرسم في هادشي وخايفه حتى دابا اتس غود غادي نهز هذا اللي فوق منه ماغون هكا غادي نديرو هنا لايك ذس جايز هادي ستوقسم هادي وحيد دابا غادي نرسم الاي لاينر ما عرفتش اش تخربيق قدرت ولكن كيتلوك سو غود ديما كيصدق ليا المكياج ديما ودابا دابا انا فاش ممسح كملت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم My eyes look like this. ما كيبانش جايز في الكاميرا مزيان ولكن I'm not happy guys with my makeup خصوصا ديال العيني اصلا دابا الا بغيت نبدل لايك ما يمكنش ليا دابا نبدل دابا ما غاديش يبان لكم زوين ولكن فاش غادي نلبس غادي يبان زوين سو جايز دابا غادي ندير ماسكارا كنت كنفكر ندير فيك لاشز ولكن غادي يعذبوني الفيك لاشز ماسكارا از دان دابا غادي نديرو هايلايتر هنا بدلت لكم جايز لايتين باش يبان لكم لوك خصني جايز نصوب دغيا شعري ولكن غادي نوريكم شنو غادي نلبس كيف ما قلت لكم جايز غنلبس كلشي كحل لحقاش ما عرفتش اشنو نلبس It's so beautiful guys غادي نلبس هذا بحال هكا هاد الريش لايك ام اوبسيست ويز ذس واكثر حاجه كتعجبني هو غادي ماتشي ليا شعري لحقاش شعري دابا ولا صفر تحت جايز غنلبس سروال طويل وعريض سو كلاسي عادي جدا سروال عادي وبما انه كاين البرد كاين الموش ديال البرد خصني نزيد شي حاجه من الفوق ما غاديش نلبسها مي غادي نحطها غير من الفوق غادي نلبس فيست في الكحل سامبل غير هي شوفوا ايديها لايك ذس ماتش ماي توب توب جيلي جايز اللي وريتكم اللي غادي نلبسو الفوق خوتي فيه دلايت سو اللبسه جايز كامله في الكحل والطالون غنوريكم فينا كولور
تو جايز مشيت لزارا خليت a lot of things لحقاش كانوا لي صود ولكن الحاجة الوحيدة غنوريها لكم دابا شوفوا ما تقولوش لي this is not classy this is like not beautiful I'm gonna look so rich وكان خاصني ساك فهاد الكولور خيت ساك فهاد الكولور في زارا كندير 700 درهم وجايز I guess غادي ناخذ واحد الساك اي جايز جايز غادي نهز هذا غيجي صباط في الزرق ولبسه في الكحل وهذا هكا ولكن كي ماشي لي باك ديالي انا كنفكر نقدر نهزوها بحال هكا غادي نلبس حوايج عاد غادي نصوب شعري هادي 36 دقيقه نسيت ما وريتكم بيان سور انا قيمه يمشيش خاوي خديت شي حاجه من استخاجي باغي شي حاجه من بارفو المهم عزيز عليا بارفو بزاف اللي يجولوا لي ديال بارفو اتس سو بيوتيفول جايز اند ات ماتش لي باك ديالي خديت جايز هادي 149 درهم Don't tell me this is not classy. So guys, فهاد لا كولور و guys هادي راه ما كتبقاش بحال هكا غادي نجمعها على عنق هاد الجراس قال عنق ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولكن هادو راه فيهم دوك الحجيرات This is so beautiful. And earrings guys غادي ندير هادو ديال سخاجي باغي واش I look bomb. guys هذا ماشي شعر هذا راه هاد الريش كيبقى يلصق ليا هنا تخيلوا نكون كنتصور في ليفنت ويلصق ليا الريش شنو يبان بحال الشعر في الكاميرا ويلي 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 حسيت بانني انا دايره هذه في سيلفر و خصني الايرينغز يكونوا في السيلفر وشريتهم في الجولد but I have these can you guys too much like this is too much ما غاديش تجي خيبه الا درتهم ما جاوش زوينين بزاف هادو مع هادو I'm in love guys with my hair صراحه واخا قصير واحد شويه and I hate الشعر القصير ولكن ماشي مشكل غادي يطول ولكن guys I'm obsessed with the color مع الكحل بدات كتظلم الدنيا الا ما تسخن جايز لا بلاك غادي ندير هذا هذا كيخلي لا بوكيت بري بحال دابا الا كان عندكم شي ايفينمون ولا الا كنتو غاديين شي سواري ديروه باش كيخلي داكشي كيتبهر فهمتوا يور سكين كيخليها سو جلوي ما كيخليش فيها ريحه زوينه عادي بحال الريحه ديال اي برودكت هو نورمالون ديال الوجه ولكن انا كيجيني بلي سو جلوي على وجهي ما يمكنش ندير لوجهي شي حاجه كتبهر بحال هكا اند ات سيم تايم جايز غنشد شويه ديال الهايلايت وغادي نزيدو هنا غادي نشد شويه ديال البراونزر وغادي نبراونزي هنايا تيبان عندي هاد العظومه هنا زعما راني معظمه شوفوا جايز اي لوك سو هات غادي ندير جايز دغيا عكر ودابا جايز غادي ندير هذا ديال كيكو هذا ديال العينين درتو لفمي هذا ديال فاش نوفا هذا ديال كيكو نمره 22 اي لوك سو بيوتيفول اكثر كولور كتعجبني في الشعر وهي الزعر انا شعري اصلا كحل ما هو غامق وغير كيطلع لي في راسي مابقاش كيعجبني كاع الكحول في الشعر it looks so beautiful شو درت غير من تحت كورليتو باش ما يبقاش بحال هكا صافي واخا حتى انا راه بريسك ساليت انا كنتسنى فيكم بالنسبه جايز باش كنزيد شعري خصني مرة مسبغتو بأولابليكس هذا صغير كيبان جايز بحال دوك البنات ديال التسعينات الثمانينات اللي كانوا كيلبسوا لي كورسي كانوا كيديروا شعرهم صفروا من فوق هكا والقصه هكا شفت في الكلاخ جايز حتى شفت وما شفتش بحالي شوفوا ما جبتش لي صمطتو شريتو اصلا وما جبتش معاه صمطتو دابا نقول لكم جايز دابا شحال معصبه لحقاش غادي نلبسو بلا صمطه وما عرفتش واش شريتو بلا صمطه اولا شنو اكزاكتومون غادي نحاول نرجع غدا لزارا ونشوف كيفاش ندير نقول لهم راه خديتو بلا صمطه لحقاش قلبت وما لقيتهاش سو دابا غنلبسو بلا صمطه وكيبقى يتسلت ليا والحمد لله انه غير 37 يعني مزير عليا واحد شوي اختي باقي لا صيفط لي ميساج سو جايز صافي شنو غادي ندير ندي الشارجور لاختي تليفوني وبسطامي كيعكر وبقى يخدم ندير بارفان الصباط اللي مشيت بيه انا خصني نمشي لافينو وانا معطل صوش ما درت ما يمكنش انا شاريه ب 500 درهم وتضيع ليا كيضر في رجلي كان عندي واحد طالون ديال زارا وتا هو كيضر في رجلي طولي طالون ديال زارا من اليوم خلت عليهم ويديا لحقاش كيهلكوا في رجلي وما الشكل ديالهم زوين عندي لوك سو فانسي كيجو زوينين بزاف في اللبسه ولكن راه كيضروا في رجلي اند لايك ذيس جايز كنكونوا رجعنا للدار سو جايز لافينو داز زوين عرفتوا لي تليفون الاخرين ديال سامسونج
I want one. I'm obsessed. Anyways guys, غادي نجي لكم all the things اللي خديت for my birthday. الفيديو الجاي غادي يكون ديال my birthday. First of all guys, غادي نبداو بالجولري. اول حاجه guys, خديت هاد السنيسله من استراديفار غوس. هادي فيها 4 ديال السنيسلات. كنت شفت واحد البنت في تيك توك دايراهم وعجبوني. لايك خديت دي لوك لايك ذس. ما كيبانوش زوينين صراحه في الكاميرا, ولكن هما في رياليتي كيبانو زوينين. خديت هادو. حمقوني guys, هادو لحقاش they are so small. وبحال دابا كانوا عندكم جوج ثقبات, بحال دابا انا عندي بزاف ديال الثقبات في ودنيا. ديري وحده تحت وحده الفوق. لايك ذس. دي لوك سو كيوت. هادو guys كانوا دايرين 120 درهم, ولا اخرين اللي وريتكم كانوا دايرين 120 درهم. وهادو guys اللي ورتهم لكم قبيله واللي مشيت دايراهم. لايك ذس سو كيوت. هادو تاعهم كانوا دايرين 120 درهم. غادي ندوزو guys لاشينيل. اشينيل خديت من عند الكساوي. نقول لكم على هادشي اللي خديته دابا ولا غنوريه لكم ديال الصيف. ديال الصيف ما تجوش تقول لي يا كاين البرد. هادشي ديال الصيف. علاش خديته دابا؟ لحقاش كندير ليهم لي سول, ولحقاش في الصيف فاش غادي نبغي نمشي نشريهم القاهم ب 190 درهم 220 درهم 150 درهم. اول حاجه خديتها خديت ديسكيو للرجعات. شفتوها كتجي بحال هكا مقيزبه ومقيزبهش بزاف, لا هي مقيزبه. هاد جايز فيها فلاورز باش كيكون الحال سخون بزاف في الصيف عاد تلبس. هادي جايز خديتها ب 80 درهم, خديتها في الاكس اس. تلبسها في البحر بي سي اي حاجه. شفتوها ديجا الصيف. نيكست جايز هي ديال البحر. هادي خديتها ب 70 درهم اس. ايت سو كيوت. تجي دايره بحال هكا اند لايك ذس. من الصدر كتجي دايره بحال هكا بهاد الفتيحه من القدام. ايت سو بيوتيفول. خديت دريس حتى هي بحال بحال الاولى. هادي خديتها في الكري فونسي. هادي خديتها ب 80 درهم اكس اس. كتجي جايز بحال هكا. واخا جبت لكم بحال هكا كتجيكم لاصقه وكتبين لكم الشيب ديال البادي ديالكم زوينه. كيجي فيه هاد الفريفيرات من هنا. دي كيوتست وان خديتها في الماغو. سو بيوتيفول جايز. شوفوا كيوت. كتجي بحال دوك التريكوات اللي كنلبسوهم من التحت. حتى هي كتجي جايز قصيره في الاكس اس ب 80 درهم. كيعرفتوا راه ماشي بالضروره البنات اللي ما كيبغوش يلبسوا شي حاجه بحال هكا معليه, راه ماشي بالضروره انك تلبسيها بحال هكا. تقدري تلبسيها وتلبسي فوقنا شوميز طويله. وصلنا ديال هادو ديال لا بلاج وداكشي. سو هادو كيشوني زوينين لحقاش كتقدري تناسقي معاهم شحال من حاجه. دات سيت جايز. داكشي اللي من زهره ما نوري لكم حتى لا فيديو جايه. واحد اللعيب حتى هي خديتها من اشينيل. ما نوري لكم حتى لا فيديو جايه اللي هو بيرد داي فلوج. ذيس واز ذا اند اوف ذا فيديو. كنتمنى لكم غير تمشوا معايا بحال هكا ونفوجوا ونديروا نوياكم ماكياج ونلبسوا اونصومبل. سي يو جايز ان ذا نيكست فيديو فاش ندير 22.